كان من الناس اللي هو البرنامج البيئي بسنة 2012. يعني نختم بحلقة الليلة بتقرير حول منتدى العربي للبيئة والتنمية، يعني بجهود الأستاذ نجيب صعب دايما نحن منتبعها، وكوننا نحن نتابع ملف البيئة. هذا المنتدى يدرس أوضاع البيئة في الوطن العربي ويعلن النتائج ويطرح الحلول في مؤتمره السنوي. فما هو الواقع البيئي في لبنان والدول العربية؟ نختم في هذا التقرير مع ناريمان شلالة، وشكرا لضيوف المشاركين معنا الليلة. شكرا لك سماحة الشيخ، شكرا لك سعادة المستشار دكتورة نهلة، وحضرة الصديق الدكتور مصطفى علوش. نختم بتقرير ناريمان شلالة، تصبحوا على خير. حققت البلدان العربية على صعيد النمو الاقتصادي نتائج مرضية خلال السنوات الماضية، ولكن ما حققت نوعية حياة أفضل على صعيد النمو المستدام لأجيال المستقبل، وأصبحت البيئة بمواردها الطبيعية الحل الأضعف. هذه باختصار نتيجة التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية. المنتدى العربي للبيئة والتنمية هو منظمة إقليمية عربية، اللي بنعمله أساساً من وقت ما تأسسنا من 6 سنين هو تقرير سنوي يدرس أوضاع البيئة العربية وبيقترح حلول. لقينا أنه في عجز كبير بالعالم العربي، عم نستنزف الموارد ومش عم نترك للأجيال المقبلة. بوقت ما رح يعود عنا موارد تناكل ونشرب ونتنفس. عم نحكي عن كل البلدان العربية دون استثناء؟ كل البلدان عندها عجز فيما عدا موريتانيا والسودان. سمينا تقريرنا خيارات البقاء. عنا تنوع بالموارد، بعض الدول عندها موارد بشرية، وبعض الدول عندها مياه، وبعض الدول عندها أراضي. التعاون هو اللي بخليها تمشي. نحن نعتبر رابع أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، ومشاكلنا لا يمكن حلها إلا بتعاون إقليمي، بتعاون مع الدول العربية. النشاط اليوم مهم جدا لأنه بينبه ويقرع جانوس أجراس الخطر قبل أن تقع مشاكل أكبر في العالم العربي. قطر أسوأ بلد بالعالم، بيطبعوا الكويت، بيطبعوا الإمارات. لبنان بأي مرتبة؟ لبنان بمرتبة معقولة بالمستوى العالمي، ولكن المشكلة بلبنان إنه في عجز كبير بين اللي عم نصرفه وبين قدرة الطبيعة على التجدد. انعقاد المؤتمر في هذا الوقت وفي ظل الربيع العربي هو رسالة على أولوية العمل البيئي. جبنا من 8 دول عربية طلاب جامعيين تم اختيارهم بشكل كثير دقيق، درسوا التقرير وعملوا جلسة هن عطيوا رأيهم فيه. طلعوا على الجبل شي مرة شفنا ورقة مكبوبة على الأرض؟ لا، لأن المزارع هو بيشتغل بالأرض وبيخاف على الأرض. نحن ما منشتغل بالأرض وما منخاف على الأرض وما منزرع، وكرمالنا كسارات ومنحفر لأنه ما بيهمنا، لأنه ما تعلمنا نعرف أهمية هالأشياء بحياتنا. Natural resources is not a source of well-being only for the present and current generation, but if invested in effectively and efficiently, natural resources can be a source of well-being for the present and a source of security for the future. It's clear that there are many, many people here representing different countries from the region who are concerned that we are living beyond our means, that we are using up resources, not just energy and water, but our soils, our forests, and all our building materials, more than they can be regenerated. Almost 100 years ago, Mahatma Gandhi in my country said, there is enough in this world for everyone's needs, but not enough even for one person's greed.